كان الطموح يعلو هامات السحاب، فهي من مواليد النهضة المباركة التي جاءت لتحمل أبناء هذا الوطن الكثير من الأماني لبناء غد أفضل. منذ أن تخرجت الأستاذة سامية البلوشية من كلية التربية، كانت مدرسة نموذج للشراكة المجتمعية حلماً يراودها، مدرسة تقدم خدماتها التعليمية لرياض الأطفال والحلقة الأولى، مدرسة تقدم برنامجاً دولياً لذوي الدخل المتوسط. تميزت مدرستي برؤيتها، وهي خرجنا عن النظام الكلاسيكي في التعليم، نواكب أحدث المناهج العالمية، نؤصل لقيمنا، نعمل على تكوين المتعلم بالذهنية الاستعلامية المبدعة المؤمن بالسلام، حيث استنبطنا رؤية المدرسة من أقوال صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وذلك لمواكبة المتغيرات العلمية والعالمية، ومؤصلاً للقيم الإنسانية التي تؤهله أن يكون باحثاً مطلعاً ومتعلماً. أما الهدف من تأسيس المدرسة فكان نشر ثقافة التعليم الدولي مع المحافظة على القيم والعادات العمانية، ولتطبيق برامج تواكب التنمية المستدامة وغرس مبادئ البحث والاستقصاء، إيماناً منا بأهمية بناء الطالب على معايير تواكب كافة المتغيرات. واجهت مدرستي العديد من الصعوبات، منها نشر ثقافة البرنامج الدولي، الإجراءات الروتينية من قبل بعض الوزارة، سعة المبنى الحالي. أما طموحاتنا المستقبلية فهو بناء أكاديمية صرح علمي يخدم كافة فئات المجتمع، كافة فئات الطلاب دون استثناء، أكاديمية تساعد على بناء الطالب القادر على تخطي كافة التحديات، الباحث المبتكر المبدع، أكاديمية بها أقسام متعددة، بها ثقافات مختلفة، تساعد فعلا على نشر ثقافة البرنامج الدولي مع المحافظة على القيم والعادات العمانية. أما مشواري 7 سنوات بمدرستي فيمكن تقسيمه إلى 3 أقسام. القسم الأول أو المرحلة الأولى كان عبارة عن نشر رؤية المدرسة ورسالتها وفلسفتها، تهيئة الكادر الأكاديمي والإداري لتطبيق البرامج اللاحقة، توفير أو إتمام جاهزية المبنى للبرامج الدولية. أما المرحلة الثانية فهي كانت الانطلاقة نحو العالمية، وهي في السنة الرابعة للمدرسة، حيث تم الالتحاق بمنظمة البكالوريا الدولية وتطبيق برنامج PYP وهو السنوات الابتدائية. والحمد لله كنا أول مدرسة تحصل على الاعتماد الدولي خلال 2.5 عامين وتحت إدارة عمانية. أما المرحلة الثالثة وهي منذ بداية العام الدراسي 2019-2020 تم تسجيل المدرسة في برنامج السنوات المتوسطة MYP أيضاً تحت منظمة البكالوريا الدولية، ونأمل الحصول على الاعتماد خلال 2 العامين القادمين إن شاء الله. من المبادئ والأسس التي تقوم عليها مدرستي خلق بيئة تعليمية محفزة للتفكير، الحرص على التوازن بين الأنشطة والمنهاج وبناء شخصية الطالب، فتح قنوات التواصل مع أولياء الأمور وإشراكهم في المستجدات اليومية من خلال البوابة الخاصة بالمدرسة المانج باك، مهتمون بإعطاء كل طالب حقه في التعليم وفي المشاركة، جعل المدرسة متنفساً للطالب من خلال الأنشطة التي تصقل شخصيته مثل إقامة المعارض الفنية والتكنولوجية سنوياً، الأعمال التطوعية، التواصل مع الشخصيات الأدبية ورواد الأعمال، تعرف على السوق المحلية واحتياجاتها، حضور ورش تدريبية في تطوير الذات وغيرها من الأنشطة. الذي يميز مدرستي عن باقي المدارس هو قوة الكادر الوظيفي الذي يتوافق مع رؤية المدرسة ومعايير البرامج الدولية، والبيئة التعليمية الثرية والمحفزة لتفكير الطالب والتحليل النقدي والابتكار، مختبر الحاسوب لخدمة البرامج الدولية، وأول مدرسة كل الكادر التعليمي أبل تيتشرز أي معتمدين من الأبل إدوكيشن، وأول مدرسة بالسلطنة تحصل على الاعتماد الدولي في 2.5 عامين وتحت إدارة عمانية. أيضاً أولياء أمور مدرستي واعين ومدركين للعملية التعليمية ومؤمنين بالبرامج الدولية وبرؤية المدرسة وفلسفتها، والسعي في تطبيق رؤى صاحب الجلالة حفظه الله في مجال التعلم والتعليم. أصبح ولي الأمر أكثر إدراكاً لأهمية التواجد بالمدرسة ومتابعة أبنائه أكاديمياً ومعرفياً ومدى اكتسابه لمهارات البرامج الدولية،
دور أولياء الأمور في البرنامج الدولي هو دور الداعم، حيث أصبح ولي الأمر أكثر إدراكاً لأهمية تواجده في البيئة التعليمية ومتابعة أبنائه أكاديمياً ومعرفياً ومدى اكتساب مهارات البرامج الدولية والحياة العملية والعلمية داخل الصفوف. البرنامج الدولي المطبق بالمدرسة يعتمد على معايير وممارسات وبناء شخصية الطالب، وهو قائم على المفاهيم والمهارات البحثية والاستقصاء، وقابل للانتقال من سياق لآخر وليس على منهج واحد. وفي معظم الأحيان يكون الكتاب أو المنهج المعتمد جزء من العملية التعليمية، وعادة الكتاب يحد نوعا ما من إعطاء الطالب الفرصة للخروج من الإطار أو المعرفي والتفكيري. أيضا تعدد الكتب وتعدد المصادر تساعد الطالب على اكتساب معارف جديدة ومعارف متنوعة، وتسمح للطالب الإبداع في التفكير والتحليل ومواجهة التحديات. ساعدت التكنولوجيا في حل الكثير من المشاكل التي يتعرض لها بعض الطلاب، مثل المصابين بفرط الحركة، قلة التركيز، صعوبات التعلم، وأثرت بشكل سريع في تعلم الطلاب العاديين. وساندت أيضا في تطبيق البرنامج الدولي بصورة سريعة، ساعدت الطالب على الابتكار وتحليل النتائج وتحديد الهدف.